المغامرة في الحدود الجديدة للتجارة الإلكترونية العالمية، حيث تلتقي الفرصة مع الابتكار. شاهد قاعدة المستهلكين سريعة النمو المتلهفة لتجارب البيع بالتجزئة الحديثة. مع زيادة انتشار الأنترنت، يدخل الملايين الآن إلى عالم التسوق الرقمي. تتمتع هذه الأسواق بإمكانيات غير مستغلة وسط تحسن الظروف الاقتصادية. انغمس في التنوع الثقافي الغني الذي يشكل تفضيلات المستهلك الفريدة. يهيمن سلوك الهاتف المحمول أولاً، حيث يصل معظمهم إلى الأنترنت عبر الأجهزة المحمولة. تضمن شبكات التوزيع والخدمات اللوجستية المتنامية وصول منتجاتك إلى كل مكان. إن صعود رواد الأعمال المحليين يغذي السوق بأفكار وشراكات جديدة. هل أنت مستعد لاستكشاف هذه الأسواق النابضة بالحياة؟ تفضل بزيارة لانشيز اليوم واحجز مكالمتك المجانية. أطلق العنان لإمكانيات الأسواق الناشئة وانقل أعمالك إلى العالمية.